السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في شيوات الميبا. اليوم ان شاء الله غنحضر فطائر مالحين. هاد الفطائر غنحتاج ليهم 500 غرام ديال الدقيق الفورص، عندي هنا 50 غرام ديال السكر سنيدة، نصف ملعقة كبيرة ديال الخميرة ديال الدار، عندي هنا جوج معالق كبار ديال الزبدة، عندي هنايا كاس لارو، كاس الا ربع ديال الحليب دافي، عندي هنايا بيضة، ماء دافي باش غنجمع العجينة، وعندي هنايا قبيسة ديال الملح. غندوي على بركة الله. غناخد الخميرة نوضعها في الحليب دافي، نوضعها الدوب، لا على جنب. ناخذ الاناء اللي غنعجن فيه، نضع فيه الفرص، نضع الملح، سنيدة، نضع الزبدة، حاولت الزبدة اللي عندي ندخلها في الدقيق، نخليها باش نسهله في العجينة. بهذا الشكل هذا ناخذ البيضة، دابا غنضيف الحليب والخميرة، نضيف الماء دافي، كما تلاحظوا معايا هي العجينه ديالي تجمعات، دلكتها مزيان، دابا
المكتبة هنشكلها على شكل كويرات. هالشكل هذا. من بعد ما شكلتها العجينة ديالي على شكل كويرات كما تلاحظوا معايا، دابا غندوز باش نورق العجينة ديالي. للطريق عندي هنايا الزبدة دايبة كما تلاحظوا معايا والزيت. دابا بحال الشكل اللي مسمن شوية الزبدة. دابا غنطويها بشوية بشوية بهذا الشكل هذا. دهنا الزبدة خط قطع لكم العجينة ماشي مشكل. هذا الشكل هذا كما تلاحظوا معايا. ناخذ كره اخرى من بعد ما ورقت كاع العجينه اللي عندي. دابا غندوز باش نشكلها. عندي الحشوه هنايا، عندي مرتديلا قطعتها على هذا الشكل هذا، عندي هنايا فرماج محكوك، عندي هنايا طون كما تلاحظوا معايا. دابا غنسرح العجينه ديالي. هذا الشكل هذا
بحال على الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. ناخذ سكين ونقطعها على الشكل هذا. ناخذ مرصع ديال الماء ونزيد شوية على الشكل ونبوي عليها. كما تلاحظوا معايا كتجي بحال شكل بتي بان. نضع الطول عندي هنايا كما تلاحظوا معايا بحال هاد الشكل هذا. هما الفطائر ديالي وضعتهم في اللاطه اللي غتدخل الفران. دابا غندهنهم بالبيض. ونزينهم شو تجلان بيض رشو عليهم من فوق بالشكل هذا. ها انتما كما تلاحظوا معايا هما الفطائر ديالنا خمروا. دابا غندخلهم الفران، الفران يكون سخون حتى يطيبوا ونتلاقاو ان شاء الله. هما الفطائر ديالنا في الشكل ديالهم النهائي من بعد ما خرجتهم من الفران. كما تلاحظوا معايا كيجيو على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده.